منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية إن الله بقوم مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية كتاب من تاليف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية الفصل السابع أساليب التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة أساليب التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة أولا الخطابة لقد نهضت الخطابه في صدر الاسلام نهضه عظيمه فعلى شانها وارتفع قدرها وتبوات مكانه عليا بين فنون القول والوان البيان فقد فتح الاسلام امام الخطابه مجالات عديده فارتفعت رايتها في الجمع والاعياد وفي مجالس الصلح والنكاح وسائر الجوانب الدينيه والوطنيه والاجتماعيه ولم يقف تقدير الاسلام للخطابه عند توسيع نطاقها انما اضفى عليها شيئا من القداسه وجعلها داخله في كثير من العبادات وندب الناس الى سماعها والانصات اليها فقال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من الكلام في اثناء خطبه الجمعه ولو كان طلبا للانصات فقال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت وقال ابن حجر ويدل على وجوب الإنصات حديث علي رضي الله عنه وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من وزر ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحًا ولو كان مكروها كراهة تنزيه. ولنأخذ أنموذجا من خطبه صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، حيث خطب صلى الله عليه وسلم في الناس في ذلكم المشهد الجامع المهيب، فقال: الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوصيكم عباد الله بتقوى الله واحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير أما بعد: أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد فمن كانت عنده امانه فليؤدها الى الذي ائتمنه عليها وان ربا الجاهليه موضوع وان اول ربا ابدا به ربا عمي العباس بن عبد المطلب وان ماثر الجاهليه موضوع غير السدانه والسقايه والعمد والقود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يحرموا ما احل الله وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ثلاثه متواليه ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان الا هل بلغت اللهم اشهد ايها الناس ان لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق لكم عليهن الا يوطئن فرشكم غيركم ولا يدخلن احدا تكرهونه بيوتكم الا باذنكم ولا ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فان انتهينا واطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وانما النساء عندكم عوان لا يملكن لانفسهن شيئا اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا الا هل بلغت اللهم اشهد ايها الناس انما المؤمنون اخوه ولا يحل لامرئ مال اخيه الا عن طيب نفس منه الا هل بلغت اللهم اشهد فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فاني قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي الا هل بلغت اللهم اشهد ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لادم وادم من تراب ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير وليس لعربي على اعجمي فضل الا بالتقوى الا هل بلغت اللهم اشهد قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد الغائب ايها الناس ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصيه ولا تجوز وصيه في اكثر من الثلث والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعي الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقفه مع هذه الخطبه الجامعه لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف العظيم ليعلن في هذه الخطبه الجامعه التي هي اشبه ما تكون بوصايا مودع عن طائفه من التشريعات الاسلاميه العظيمه والتي كان من اهمها واحد حرمه الدماء والاموال لم يكد النبي صلى الله عليه وسلم يلم بالحمد والشهاده والوصيه بالتقوى حتى اعلن عن حرمه الدماء والاموال فدماء المسلمين واموالهم حرام كحرمه يوم عرفه في هذا الشهر الحرام شهر ذي الحجه في هذا البلد الحرام مكه المكرمه ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بهذا التاكيد فعاد في اخر خطبته ليؤكد هذا الامر مره اخرى اذ يقول ولا يحل لامرئ مسلم مال اخيه الا عن طيب نفس منه فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد اسقط النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهليه وبدأ باقرب الموسرين اليه العباس بن عبد المطلب حيث قال: واول ربا اضع ربا عمي العباس بن عبد المطلب واسقط دماء الجاهليه وبدا باقرب الدماء اليه اول دم اضع دم عامر بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب وبذلك ندرك البون الشاسع بين المنهاج النبوي الذي يبدا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه واقرب الناس اليه حيث يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وبين كثير ممن تتملكهم المحاباة والمجاملة فإذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد إنه الفارق العظيم بين عدالة السماء وطغيان البشر. اثنين التحذير من التلاعب بالاشهر الحرام فلقد كان العرب اذا جاء شهر حرام وهم محاربون احلوه وحرموا مكانه شهرا اخر فيستحلون المحرم ويحرمون سفرا فان احتاجوا ايضا احلوه وحرموا ربيعا الاول وهكذا كانوا يعملون حتى استدار التحريم على السنه كلها وقيل ان المشركين كانوا يحسبون السنه اثني عشر شهرا وخمسه عشر يوما فكان الحج في رمضان وفي شوال وفي ذي القعده وفي كل شهر من السنه وذلك بحكم استداره الشهر بسبب زياده الخمسه عشر يوما وكان حج ابي بكر في السنه التاسعه من الهجره واقعا في شهر ذي القعده بسبب ذلك فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وافق حجه ذا الحجه في العشر الاول منه فاعلن صلى الله عليه وسلم نسخ الحساب الذي كانوا يحسبون به الزمن واكد ان السنه انما هي اثنا عشر شهرا فقط فلا تداخل بعد اليوم يوم عرفه الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرطبي وهذا القول أشبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أي إن زمان الحج قد عاد إلى وقته الأصلي الذي عينه الله يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة الوصايا بالنساء أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا واكد في كلمه موجزه جامعه القضاء على الظلم الذي كان يقع على المراه في الجاهليه وحفظ لها حقوقها وكرامتها الانسانيه التي تضمنتها احكام الشريعه الاسلاميه ولقد كانت هذه الحقيقه جديره بتاكيد الوصيه بها بسبب من كانوا حديث عهد بالاسلام قريب عهد بتقاليدهم الجاهليه التي تقضي باهمال شؤون المراه وعدم الاعتراف لها باي حق فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لهم وللناس جميعا الى ان تقوم الساعه ما للمراه من حقوق وما عليها من الواجبات اربعه تقرير مبدا الاخوه والمساواه اكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى فلا فضل للون أو جنس ولا مزية لوطن أو لغة إنما هو مقياس واحد تتحدد به القيم ويعرف به فضل الناس جميعا وهو قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم كما اكدت الخطبه على ضروره الالتزام بمنهج الله واعطاء كل وارث حقه وانه لا وصيه لوارث وان الوصيه لا تجوز فيما زاد على الثلث وان الولد للفراش وللعاهر الحجر وهذه الخطبه صورت في دقه بالغه حسن منطق الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته وانه لم يكن يستعين فيها بسجع متكلف ولا بلفظ غريب فقد كان يكره اللونين جميعا من الكلام لما يدلان عليه من التكلف وقد براه الله تعالى منه اذ يقول في كتابه العزيز على لسانه صلى الله عليه وسلم قل ما اسالكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين. ثانيا الموعظة. إذا كان وقت الخطابة وزمانها محددا بوقته المحدد، فإن وقت الموعظة أكثر سعة ورحابة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويتعهدهم بها. ولا يكثر عليهم في ذلك خشيه السامه عليهم فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه في الايام كراهه السامه علينا وعن تاثير موعظه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابه رضي الله عنهم يحدثنا سيدنا حنظله بن الربيع رضي الله عنه به حيث قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا قال فوالله إنا لك ذلك انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فروشكم ولكن يا حنظله ساعه وساعه ساعه وساعه وعن العرباض بن ساريه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاه الغداه موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل ان هذه موعظه مودع فماذا تعهد الينا يا رسول الله قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان عبد حبشي فانه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا واياكم ومحدثات الامور فانها ضلاله فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ثالثا الوصايا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالموعظة العامة، كان يتعهدهم بالوصايا العامة والخاصة. ومن الوصايا العامة قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم العامه وصيته بالجار فعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصيكم بالجار ووصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم الخاصه ما روي عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب ومنها وصيته صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ رضي الله عنه يا معاذ والله اني لا احبك ثم اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومنها وصيته صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اوصني قال اوصيك بتقوى الله فانه راس الامر كله قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوه القران وذكر الله فانه نور لك في الارض وذخر لك في السماء قلت يا رسول الله زدني قال اياك وكثره الضحك فانه يميت القلب ومنها ما روي عن جرموز الهجيمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اوصني قال اوصيك الا تكون لعانا ومنها ما روي عن ابي برزه الاسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه قال امط الاذى عن طريق الناس رابعا الرسائل ومن وسائل التواصل الدعويه الرسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته الملوك والرؤساء وعن عبد الرحمن بن عبد القاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطبه بن ابي بلتعه الى المقوقس صاحب الاسكندريه يعني بكتابه معه اليه فقبل كتابه واكرم حاطبا واحسن نزله ثم سرحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما أم إبراهيم، وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس العبدري، فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة لعمرو بن العاص على مصر. ومن رسائله صلى الله عليه وسلم واحد رسالته صلى الله عليه وسلم الى النجاشي عظيم الحبشه وقد حملها اليه الصحابي الجليل سيدنا عمرو بن اميه الضمري رضي الله عنه ونصها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشي عظيم الحبشه اسلم انت فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبه الحصينه فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاه على طاعته وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله واني ادعوك وجنودك الى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. نين رسالته صلى الله عليه وسلم للمنذر بن ساو التميمي والي البحرين. وقد حملها اليه الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وجاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوي سلام عليك فاني احمد الله اليك الذي لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاني اذكر الله عز وجل فانه من ينصح فانما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فلقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك. ثلاثة: رسالته صلى الله عليه وسلم للحارث الغساني ملك الحيرة وقد حملها إليه الصحابي الجليل شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه ونصها من محمد رسول الله إلى الحارث بن شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك وفي تنوع أساليب ووسائل الدعوة ما بين الحديث الشريف والخطبه والموعظه والوصيه والرساله مع استخدام سائر مهارات التواصل الدعوي ما يؤكد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على ابلاغ الرساله واداء الامانه واقامه الحجه واضحه وبينه جليه لا لبس فيها واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي ابدا فان من واجبنا ان نسير على نهجه صلى الله عليه وسلم في البلاغ المبين بالحكمه والموعظه الحسنه ومن منطلق قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه مؤمنين ان دورنا هو البلاغ المبين وان امر الهدايه لله وحده حيث يقول سبحانه إن عليك إلا البلاغ، ويقول سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويقول سبحانه: ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نسأل الله عز وجل لنا تمام الهداية والقبول والسداد والتوفيق، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير